يعني انا بقالي 20 سنه بعمل اللي بعمله ده، كل اللي عملته اني حطيت كاميرا قدام حياتي. يعني انا كنت بنزل اروح المحل اجيب التليفون اروح اقعد استكشفه واراجعه لنفسي ومع نفسي واقعد اصور واعمل الحركات دي، وبعدها بيومين احطه في الكرتونه تاني وانزل، وانا ما بقولش حد يعمل زيي يعني. يعني انا شفت مشاكل كتير بسبب ده، انزل ابيع التليفون واخسر 1000 جنيه واشتري تليفون تاني. ويمكن في تجار لو اتفرجوا على الموضوع ده هيعرفوني، هم يعرفوني من ايام ما كنت زبون، وهم حتى لما بقينا اصحابي يقول لي ده انت كنت زبون لقطه، ده انت كنت جميل، بتيجي تاخد التليفون يومين وتيجي تخسر 1000 جنيه. فاللي انا كنت بعمله في حياتي والله بالظبط، حتى كنت بخش المحلات واستكشف والبايظ والمضروب، اللي بعمله في حياتي بقيت بعمله قدام الكاميرا، لكن هي دي حياتي بقالها 20 سنه. يعني نقدر نقول ان انت الخبره اللي انت ظهرت خبره كبيره جدا في اسواق الصين، وانت مؤخرا كنت في احدى الدول العربيه، وهنيجي شويه للتجربه دي كمان شويه، ان انت بقيت عارف المحل ده بيبيع تليفون مزيف، المحل ده بيبيع تليفون كويس. الخبره دي انت كونتها من ممارسه شخصيه، بالظبط داتا بيز انت كونتها، وبقى مقالب في الحياه كتير يعني. طيب لانه في كتير شباب يبقوا عايزين مثلا يعملوا يبقى بيراجع التليفونات، يعمل يعني قناه على اليوتيوب، فبيفكر انا هعمل ريفيوهات للموبايل، فانت توجه لهم ايه اللي هو ازاي يبتدي يبني معلوماته عشان ما يكونش مضلل، لان انا النهارده لو سمعت منك معلومات مش صحيحه انا كده هتجه في ضلال، انا هجيب تليفون مظبوط كويس مظبوط، هسلك طرق تخليني اجيب تليفون اكون ضحيه للنصب. فحد عايز يخش في الموضوع، وحد برضو من المتلقي عايز يعرف اذا كان هو بيتلقى معلومات صحيحه او لا، فين كانت القنوات بتاعتك او الطرق بتاعتك اللي جمعت بيها ده؟ تمام. اول حاجه للمستخدم، لو انت بتتفرج على واحد التليفون مش في ايده ومش ماسكه، انا ما بقولش ان انت بتعمل يعني ان هو وحش، ولكن ما تاخدش منه معلومه، لان في حاجه اسمها تجربه وفي حاجة اسمها خبر. أنا أقدر دلوقتي أنقل لك خبر أقول لك أنا سمعت إن في تليفونات هتتعامل قبل الطي ثلاث، يعني إحنا سمعنا قبل الطي بقى في قبل الطي 3 مرات بالظبط. أنا شفت ده؟ لا ما شفتش، فأنا بنقل لك خبر أنا ما شفتوش. زي في 2020 هنشوف عربيات بتطير، جت 2020 مش حاجة بتطير. تمام؟ فنفس الفكرة، فما تاخدش من حد معلومة إلا لو معاه التليفون. ولكن أنا ممكن كشاب عاوز أنا بحب مجال التقنية اطلع اعمل نشره اخباريه عن التقنيه ان في تكنولوجيا كذا نازله وكذا، واقرا كويس واجهز سكريبت كويس واطلع اتكلم عنها. في الحاله دي اسمعه، لان ده حد بيكلمك عن تكنولوجيات المستقبل وعادي جدا. لكن يعني دي بتضايق منها قوي لما تقول ايه تجربه تليفون كذا وتخش تلاقيه جايب الموضوع من المؤتمر العالمي بتاع التليفون، وده اللي انت بتقوله بالظبط. ممكن واحد يخش هو مش فاهم ويخرج يروح يشتري التليفون والتليفون وحش، طب انت ضريته ليه؟ هي النقطة من هنا. بالنسبة للشباب اللي هي علشان تبتدي على اليوتيوب، سيبك من اللي يقول لك اليوتيوب محتاج كاميرا ب 90,000 جنيه و 300,000 و 500,000 والكلام ده كله. انت تقدر تبدأ بكاميرا الموبايل بتاعتك بإضاءة كويسة، طول ما انت بتقدم محتوى كويس. يعني هات 900 كاميرا وقدم محتوى مش حلو، ما حدش هيتفرج عليك. هات كاميرا عادية. يعني هقول لك على حاجة ودي برضو للشباب، أنا اشتريت كاميرا في بدايتي، يعني ابتديت بتليفون ب 1200 جنيه. كان ساعتها التليفون ابتديت بيه اول ريفيوهات في حياتي. لما ابتديت بعد كده ان انا عشان اطور جبت كاميرا كانت ب 10,000 جنيه. الكاميرا دي جت وانا عندي 20,000، الكاميرا دي معايا وانا عندي 300,000، وهتكمل معايا ان شاء الله لو ليا عمر ونصيب هتكمل لحد ال 500,000، لان انا شايف ان هي مدياني اللي انا بعمله. انا مش بقدم محتوى تصوير سينمائي، انا بقدم محتوى ان انا صوره عايز انقلها لك شكلها لطيف مع شويه تصوير كويس وبس، وتسمعني صوتي يبقى واضح. فانت كل اللي هتحتاجه عشان تبدا قناه اليوتيوب موبايلك و400 جنيه، هتجيب مايك من اللي هو النيك مايك ده ب 200 جنيه، وهتجيب ستاند بتاع التليفون بتاع الموبايل ب 200 جنيه، واقعد ركب لمبتين حلوين موفرين في الاوضه، واطلع اتكلم، جهز كلامك، رتبه، ولو مش عاوز ترتب وعاوز تتكلم تلقائي، اتكلم بمصداقيه، وضح للناس، اعمل كل حاجه، وهتتعب ولازم هتتعب، لان مفيش حاجه بتيجي من غير تعب. واشتغل والمجال يتحمل 1000 واحد كمان طول ما انت بتقدم حاجة جديدة. لكن هتخش تاخد حاجة حد كان بيقدمها قبل كده، يعني والله يا استاذ كريم اقول لك حاجة، انا يمكن كنت من القنوات التقنية الحمد لله السريعة اللي وصلت ليه، عشان الجزء الزيادة ده. انا بطلع راجع موبايلات بس، بجرب موبايلات بس، ناس ما كانتش هتتباني. لكن ناس يعني دايما كان ليا صديق برضو زميل مراجع يقول لي انت بتكمل حتة ناقصة، لازم تشوف حتة ناقصة. اليوتيوب ده عامل زي الحلقة اللي فيها 20 فتحة، كل واحد كلنا واقفين حوالين الدايرة دي، لازم تختار الباب المناسب ليك وتدخل منه. ده اللي بقوله للشباب يعني اللي عاوزة تبدأ. بالنسبة لنقطة التصوير والممكن بالموبايل والإضاءة، طيب أنا مثلا ما بعرفش أعمل إيديت للفيديو، هل ألجأ بقى لازم أتعلم البريمير مثلا أو أستخدم الديسكتوب، ولا ممكن في برامج على التليفون تعوض عن ذلك؟ في بص في برامج
على التليفون، في برامج على الايباد، في برامج عاديه خالص على في الادوبي بريمير، في كذا حاجه. الموضوع مش صعب، هتتعلمه واحده واحده. انا عندي فيديوهات ومعتز بيها جدا على القناه، قبل ما ابقى قوي في المونتاج انا قاعد بتكلم وفي النص شفته انا قاعد بتكلم ورحت بجنب شكلي حلو انا كده عادي جدا مش عيب. وطالما انت مش حاجه غلط مش غلط، وتعلم وحاول وجرب، ومره تطلع وحش ومره تطلع حلو، وهتتشتم لما هتتظبط عادي خالص برضو. ما تركزش، انت قاعد في منصه فيها كل انواع البشر، في واحد ممكن يبقى شايفك كويس وهو بيقول لك انت وحش عشان هو عاوز يوصل لك انك وحش، فما تيأسش.